ألمانيا واحدة من الدول اللي بتعاني بشكل كبير في الأصل من زيادة الأسعار ومن ارتفاع معدلات التضخم، لدرجة إن بعض التقارير الصحفية قالت إن الحكومة الألمانية طلبت من المواطنين إن هم يخزنوا السلع الغذائية والأدوية. إيه حقيقة الكلام ده؟ خلينا نرحب على التليفون بالأستاذ حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدنهاوزن الألمانية. صباح الخير أستاذ حسين. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أنا عايز أعرف من حضرتك مشاهداتك، يعني بصفتك مواطن ألماني أو عايش في ألمانيا، كلمنا عن الغلاء، موجة الغلاء، عن ارتفاع الأسعار، السوبر ماركتس عاملة إزاي، محطات الوقود عاملة إزاي، السلع اللي عزف عنها المواطنين الألمان والسلع اللي ما زال عليها تكالب أو إقبال، الدنيا هناك في السوق الألماني عاملة إزاي؟ طبعا ألمانيا زيها زي كل دول العالم كله خارج لحد ما من أزمة طويلة جدا، وهي كانت أزمة كورونا اللي بدورها زاد معدل التضخم في كل دول العالم، وبالتالي الفلوس نفسها قيمتها قلت والسلع غلي ما بين 5 إلى 9%، ولحد دلوقتي في دول كتير جدا بتعاني من المشكلة دي، وده أثر طبعا على حياة المواطن. جه طبعا بعد الكلام ده كله الأزمة الروسية الأوكرانية اللي برضو كان لها تأثير كبير جدا، وخصوصا ان الدولتين دول من الدول المصدرة لسلع غذائية أساسية ومواد طاقة كمان هامة جدا بنسب عالية، يعني حتى لو تم حل مشكلة السلع الأساسية اللي الدول دي بتصدرها، طب الطاقة اللي هم كانوا بيصدروها اللي سعرها دلوقتي زاد، هي كمان بتدخل حتى في الصناعات الأخرى والمواد الغذائية الأخرى، سواء بقى في الشحن، في النقل، في تشغيل المصانع والكلام ده كله، وبالتالي الأسعار ارتفعت مرة تانية بعد أزمة كورونا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن طبعا موضوع وزارة الداخلية، يعني هو تم تداوله في وسائل إعلام متعددة، ولكن ده أمر طبيعي جدا، يعني مش معنى كلام وزارة الداخلية أن هنا في نقص في المواد الغذائية أو في حالة من القلق، على عكس ذلك تماما، يعني حتى الحكومة طول الوقت بتنبه على المواطنين ان كل حاجه موجوده ولازم كلنا نشتري اللي احنا محتاجينه بس، لان حاله الهلع والخوف دي ممكن تخلي المواطنين يشتروا كميات كبيره وهنا يبقى في فعليا مشكله، لكن لحد دلوقتي كل حاجه موجوده، ولكن كلامها اللي اتاخد ده كان في سياق طرح خطط مكافحه الكوارث، وده بيحصل كل فتره، امر طبيعي جدا في المانيا، وخصوصا الفتره دي لو حضرتك تتذكر كان في من فتره لما كان الجو او ودرجات الحراره مقاربه للفتره اللي احنا فيها دلوقتي حاليا، كان في حاله من الفيضانات اثرت على مدن كثيره جدا في المانيا، وبالتالي كانت هي بتتكلم سواء كان في فيضانات، سواء كان في هجوم سيبراني، سواء كان في اي عطل مفاجئ في مولدات كهرباء الى اخره، لازم يكون المواطن الى حد ما عنده حاجات يقدر يمشي بيها حياته ولو حتى لمده 10 ايام، وفي نفس الوقت حتى كانت بتتكلم ايه الخطط اللي احنا ممكن ننفذها واماكن الحمايه واماكن الاختفاء لو حصلت اي كارثه بسبب المناخ، بسبب الفيضانات، بسبب الحرب، بسبب اي حاجه بشكل عام. ولكن طبعا كلامها تم اتخاذه كانه مقصود بيه بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه ان احنا مش هيبقى عندنا مواد غذائيه ولازم نشتري، وده طبعا كلام مش سليم، كل حاجه موجوده، ولكن علشان اكون صريح مع حضرتك طبعا في ارتفاع في الاسعار، وخصوصا في المواد اللي بتيجي من اوكرانيا او روسيا، وخصوصا زيوت الطعام، الحبوب طبعا المواد البتروليه. ايوه والمواد البتروليه. طيب استاذ حسين، بعد التحيه، يعني كيف يتعامل الشعب الالماني مع هذه الازمه؟ طبعا كان في البدايه خوف، لان ما كانش في معلومات كافيه للمواطنين، لقينا حاله من الهلع في السوبر ماركتات، ولكن الكلام ده كان في اواخر شهر 2 بدايه شهر مارس، لقينا طبعا كمان ناس بتستغل الازمه دي وبتشتري كميات كبيره وتخزنها علشان تبيعها، ولقينا ناس من دول تانية من الاتحاد الاوروبي بتخش المانيا هنا تشتري كميات كبيره من الزيوت وغيرها وتطلع بيها بره المانيا وتبيعها في دول تانية عندها ازمه اكبر عشان تكسب فلوس اكتر، وبالتالي بدات السوبر ماركتات يعني المحلات التجاريه بنفسها تقنن الى حد ما او تحجم الموضوع دوت، بحيث ان كل مواطن
ياخد الكميه اللي هو محتاجها كاسره عاديه، محدش يدخل ويشتري بالجمله من السوبر ماركت. يعني محدش يقدر يخش السوبر ماركت ويشتري 100 ازازه زيت زي زمان او 50 ازازه زيت، ولكن يبقى الامر الى حد ما منطقي. طبعا بدا يبقى في معلومات كافيه من الحكومه الالمانيه سواء من خلال وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي، بدا يبقى في هدوء داخل الشارع الالماني. ودي قرارات يعني ده مقنن يعني هل في قانون صدر بده ولا ده بشكل يعني المراكز التجاريه هي اللي عملت يعني الكنترول ده او السيطره دي على هذا الامر؟ المراكز التجاريه نفسها مفيش قانون بيقول ان المواطن ياخد ازازه زيت او ازازتين او ثلاثه، مفيش الكلام ده. السوبر ماركت نفسه لما لقى الازمه دي بتحصل ولقى ناس بتستغل الازمه دي لازم يكون هو كمان ليه دور في المجتمع اللي هو بيشتغل فيه وبيستثمر فيه وبيكسب فيه، وبالتالي كان في تعاون كبير جدا من السوبر ماركتات ان هم نفسهم اللي يحطوا القواعد دي، لان هو تاجر في الاول وفي الاخر وده المحل بتاعه، محدش يقدر يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. هو عملها يعني من وازع اجتماعي، لان هو شاف بنفسه ان بيتم استغلال الازمه دي من ناس اصلا مش موجوده في المانيا، وكان في حوادث كتيره مشهوره الشرطه قبضت على بعض الناس من خارج المانيا بيجوا هنا يشتروا كميات كبيره جدا ويطلعوا بيها بره المانيا. استاذ حسين خضر عضو مجلس مدينه هندهاوزن الالمانيه، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم.